صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بمغاربة العالم ومرحبا بجميع المغاربة. تحياتي لكم، واعتذر عن الغياب واعتذر عن هذا الراحة اللي خدينا شي شوية باش نحيد العياء نتاع جميع المشاريع اللي خدمنا عليها الحمد لله. فكان من الضروري اننا ناخذ شويه ديال الراحه، لان وصلت الامور لواحد الجهد اللي هو كبير وعميق، وخدمنا على مجموعه مشاريع اللي وعدنا بها مغاربه العالم. خدمنا على واحد المجموعه كبيره ديال الامور الحمد لله، النتائج مزيانه. في الاسبوع اللي فات كنت قلت لمغاربه العالم ان مثلا مشروع ديال ترانسفير سانيتير او نقل الاموات للمغرب في عزة وكرامة غادي يكون ما بين الخميس والسبت، ومن بعد ما عطيناش خبر، وكان مقصود اننا ما نعطيوش خبر باش نشوفوا رد الفعل ونشوفوا لا رياكسيون. فالحمد لله المشروع راه ناضي، وجد بفضل الله تعالى مع المجهود ديال المهندس ديالنا وديال السي جواد كذلك، اللي غادي يبقى دائما من الركائز القوية لهذا المشروع. هذا المشروع ديال الحج والعمرة كذلك مشى بعيد بعيد بزاف، لان قريب ينتهي الامر من العمل فيه، وامور اخرى اللي غادي نعلنوا عليها في الوقت المحدد ديالها. هي مجموعة نجاحات كذلك. الاسبوع الفايت خدمنا تقريبا في ستوكهولم، خدمنا على تنظيم الرحلة عبر البحر، ديك الرحلة البحرية الكروازير مع شركة فايكين لاين. فكان تواصل قوي مع مغاربة العالم، مغربيات ومغاربة من عبر العالم، كان تواصل وشرح، وكانت أمور كبيرة اللي خصنا نوجدوها للناس، منها الفندق، منها المطاعم، منها الرحلة البحرية، منها القاعة ديال المحاضرات، منها. فالحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا لان توفقنا في هذه العمليه هذه. اذا كانت هذا علاش عينا في الحقيقه. فخدمنا من 28 اكتوبر حتى النهار 5 نوفمبر بدون يعني بدون توقف. نهار 5 نوفمبر خدينا الطائره، جينا لجنوب اسبانيا باش ناخذ نفس باش نرتاحوا شي شويه. اذا هذا هو اللي كاين. دابا غادي تكون لقاءات ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي نعطيو فيها النتائج الدقيقه، النتائج الحقيقيه لمشروع مغاربه العالم. غادي نعطي واحد المجموعه ديال الامور اللي هي ساره جدا باش المغرضين والحساد والناس اللي ما بغوش مغاربه العالم وحتى المغاربه عامه ترفع راسهم، غادي نسدو عليهم الكلام بصفه مطلقه، غادي تسد لهم الفم بصفه مطلقه، بحيث ان جميع هاد النجاحات اللي درناها دابا الحمد لله تتبقى من المال الخاص بدون ما نمشيو للانخراط 50 اورو ديال الناس، فهي دائما في الحساب، لانها هذيك ال 50 اورو مخصصه فقط لفتح المكاتب عبر العالم وليس لشيء اخر. ف المبالغ اللي تحطات في هاد الاونه الاخيره فهي مهمه جدا، ولكن حتى حاجه ما كتغلى على المغاربة. فالحمد لله داكشي كان مزيان. إذن غادي نشوف سي عبد الله رمزي، صباح النور. شاهد لراكي، إبراهيم بوكدور، وردة الحمراء، عبد الرحمن رامي، عبد الجليل جنابر، سارة، أوكي، ملكة دوش، مرضي الوالدين، خويا العزيز كي داير، لاباس عليك سي حاج منصف، توحشناك وتوحشنا مكناس وتوحشنا هذيك الجلسه وديك القهيوه. فوالا، اذا غادي نسلم عليكم مباشره من جنوب اسبانيا. كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون بخير، نتمنى الامور تمشي مزيان. فكما قلت لكم هذه المشاريع كلها تقريبا يعني الحمد لله دارت، و غادي نعطيو الاعلانات الدقيقه في خلال الويكند، في هذا الويكند الجاي ان شاء الله، لان مازال عندنا امور خصنا نديروها هنايا.
زعما خصنا شي شويه ديال الراحه، واحد اليومين ولا هذا باش نرتاحوا. ربما غدا ندير الحلقه مع الدكتور الفايدله تحت الظروف. اليوم غادي تكون حلقه في ثلاثه على ود جامعه ديال مكناس. كنحاول ما امكن بالامكانيات المتوفره بحيث الاناره وداك الشيء ما تتكونش بحال سبوت واستديو. اذا دائما تنرحب بكم، فشكرا لكم، شكرا على المواكبه. كنتمناو ان المغاربه ديال العالم يكونوا في يعني في مستوى الحدث، ويكونوا في مستوى ديال هذا المشروع اللي هو كينطلق. اول مره في التاريخ نتاع مغاربه العالم كيتحط مشروع بهذه الطريقه وبهذه القوه، اللي فيه ناس على مستوى التسيير، اللي ناس ديزانتيغيسي، يعني ناس اللي ما ماشي ناس اللي في يعني في البطاله، ولا ناس تيقلبوا على جمعيه، ولا بالعكس. الحمد لله في غير رجال الاعمال اللي هما صحاح، اللي ما محتاجينش، واللي كيعطيو الغالي والنفيس من عندهم باش يخليو صدقه جاريه ويوريو المغاربه العالم ان هناك شيء ما يجب القيام به لانقاذ هذه مغاربه العالم، واعطاء قدوه لمغاربه الداخل حتى يتحركوا بنفس الطريقه. هذا هو الاساس. اسمح لي الوجوده بالقطار، انا نزيد من عندي شويه ديال الصوت ربما يساعد في شي حاجه. زهره الايماني موجوده بالقطار، لم اسمع صوت جيد. اذا غادي تكون هذه الامور هذه ان شاء الله في هذا الاسبوع غادي يكون حافل جدا بمشاريع، بانطلاق المشاريع، وغادي يكونوا فيه المسائل اللي المغاربه كيتسناوها. هنا المغاربه كيتسناو الحقيقه، كيتسناو المعقول، كيتسناو شي حاجه بصح ماشي الهضره. حنا عارفين هذا الشيء لان النهار اللي حطينا المشروع وتكلمنا عليه كان عندنا وعي كبير جدا بان الاعداء ديال المشروع ولا الاعداء باش المغاربه تكون عندهم العزه والكرامه، اول عدو هو فقدان الثقه اللي ما بقاتش عندهم بسبب الجمعيات المسترزقه اللي ما كدير حتى شي حاجه فوق الارض ما عدا الكلام والنباح. العدو الثاني الجهل. العدو الثالث الناس اللي مستافده على ظهر مغاربه العالم، اللي كيشكل واحد الحاجز لان ما يبغيوش باش يفقدوا المكان ديالهم ولا يعني المدخول ديالهم. حنا ما عندناش مدخول، حنا مداخلنا كنخدموا عليها راسنا الحمد لله. يلا نهيت واحد المكالمه مع سي حسن الاديب في دلتا اوفيس، اللي حتى هو فرحني وعطانا واحد المجموعه ديال النجاحات على مستوى الشركه ديالنا، اللي هي مهمه جدا في التحول الطاقي، واللي مهمه جدا في واحد المساله اللي يعني بزاف ديال الامور. فالحمد لله، الحمد لله هاد النجاحات اللي كنحققوها على المستوى العملي وعلى مستوى الاعمال هي براسها كتفيد مشروع مغاربه العالم، بحيث ان حطينا المال وحطينا الاعمال ديالنا والشركه وكل شيء، الشركات اللي عندنا حطيناهم في خدمه مشروع مغاربه العالم باش نسدوا على دوك المغرضين ودوك كتسولهم نفسهم يقول لك هادو نصابه. ما عمرك شفتي شي واحد نصاب؟ عندهم 50,000 اورو تقريبا ديال الانخراطات هي اللي كاينه، وفايتين 450,000 اورو المصاريف. فيعني خص الانسان يكون شويه بعقله. اذا شنو قلتي سي ايوب توتو؟ ما شفتش التعليق الاول باش نفهم الثاني. على اي بغيت نقول من قريب او بعيد. مرحبا مرحبا. اذا كاينه مجموعه امور ساره جدا، وحنا المغاربه محتاجين لتغذيه الروح بالنتائج الساره، بالنتائج الحقيقيه، محتاجين النجاحات، محتاجين نخرجوا من السلبيه، لان السلبيه قتلتنا والفردانيه قتلتنا وقتلت المغاربه. فالهدف من هذا المشروع هذا هو جعل مغاربة العالم أسرة واحدة، وهذا اللي كنتمناو حنا، وتنتمناو أننا نوصلوا ليه. يتحيد داك الغم، ويتحيد الحسد والحقد، وتحيد داك الأمراض اللي لصقوها فينا، يعني ديال بالسيف، بالسيف المغربي خصو يولي سلبي، خصو يولي همجي، خصو يولي منبطح باش هما يستافدوا ويديروا داك الشيء اللي يبغوا. فحنا ترفعنا على المسائل السياسية، وترفعنا على المسائل اللي ما عندها حتى شي معنى، لأن
وصلنا لواحد القناعه ان الكلام في ذوك الامور هذيك ولا تحليل السياسه ولا تحليل شنو كيطرى فما كيعطيش نتيجه بصفه نهائيه، لان تتقدر لقمان على حالها والاراده الحقيقيه للتغيير ما كتكون شيء. هذا علاش حنا ركزنا على الجانب الاستثماري، الجانب التوعوي، والجانب ديال البناء الحقيقي للمشاريع اللي خصها تكون. وكنخدموا على واحد المجموعه كبيره نتاع المشاريع اللي مازال ماشي وقتها باش نتكلموا عليها، بحيث غادي تكون لقاءات سنويه، غادي يكون الاحتفال السنوي، حطينا البرنامج ديالو انطلاقا من جوان 23، غادي يكون واحد الاحتفال السنوي بولاده هذا المولود السعيد ديال مغاربه العالم او نهضه مغاربه العالم، اللي غادي يكون يعني ضربه في التاريخ اللي غادي يبقى، لان غادي يكون فيه، وهذه ما خصنيش نقولها، غادي تكون الاحتفال غادي يكون كراء باخرة فايكينغ لاين جلوري عن كاملها، ما يكون فيها الا مغاربة العالم بوحدهم فقط مرة واحدة في السنة. فغادي تكون بالقلة 500 تاع الناس عبر العالم اللي غادي يكونوا في ذاك الباطو هذاك، وغادي تمشي احتفالية تاع 24 ساعة كاملة اللي فيها يكونوا محاضرات، غادي يكون على الاقل 10 ديال الدكاترة من خيرة الدكاترة المغاربة اللي غادي يديروا لقاءات علمية ولقاءات توعوية في خلال الرحلة اللي غادي نكونوا فيها، وغادي تكون احتفالية بامتياز وتفتح المجال لمغاربة العالم باش يبرزوا الكفاءات ديالهم، يبرزوا المهارات ديالهم، وكذلك يعطيوا افكار مشاريع، لان المشروع ديالنا كيتسع لجميع الافكار ولجميع المشاريع. فان شاء الله الرحمن الرحيم خدمنا على تنزيل المشاريع ديال 2023 كامله، وغادي تكون لها سيكون لها ما بعدها، لدرجه ان سيكون لمغاربه العالم ما قبل المشروع وما بعد المشروع. فحياتكم ما بعد المشروع ما غتكونش هي حياتكم ما قبل المشروع، يعني هذا مشروع نووي، مشروع يعني توسعي كبير بزاف. نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا القضيه مزيان بكل ما في الكلمه من معنى. فكنتمنوا ان الجميع يوعى بهذه القضيه هذه، والجميع يوعى بان من حقكم تكونوا سعداء، من حقكم تكونوا في المستوى، من حقكم تكونوا في القمه، لان ممكن يكون كل شيء في القمه، ماشي حتى شي حاجه ما هي مستحيله. الناس اللي خدمنا معاهم على المشروع ديالهم 15 سنه وعطيناهم غير 8 الافكار مشاريع وكيدخلوا بها الملايير وعايشين السعاده والقوه ورافعين راسهم للسماء، ما هما شي احسن منا حنايا كمغاربه اللي اكثر عددا منهم وقادرين نوصلوا للنتائج ابعد بكثير من داك الشيء هذاك. خاصة وان المشروع ديالهم اللي خدمت عليه 15 سنة استوعبته وعارفه، وتنوعدكم انني طورته باش يكون 100 مرة احسن واكبر، وزدت عليه افكار اخرى من عندي اللي تليق بالمقام ديال مغاربة العالم، بالعدد ديالهم، بالقيمة ديالهم، باش ما يبقى يتكلب عليهم حد بصفة نهائية، ويكونوا متأكدين ان هذا المشروع هذا غادي كاع المشاكل اللي كتعانيو منها غادي تولي كتحل بوحدها، لان القوه الماليه والقوه الاستثماريه هي اللي كتوزن في الميزان بصفه مطلقه، ما يكذب عليكم حتى شي واحد، لكن خص الوعي، ضروري من الوعي، ضروري ما نكونوا في مستوى الحدث باش ما نبقاوش كل خطره اجي نطالبوا بهذا الحق او نديروا وقفه نضاليه على هذا الحق او نديروا واحد العريضه. فالعرائض ياكلوها والوقفات الاحتجاجيه ياكلوها، فلما كنكون قوه اقتصاديه ماليه استثماريه متوحده كتولي انت الا ضربك الا عطستي هنا الرواح تضرب في جهه اخرى، وديك الساعه تتكون الامور يعني في مستوى القضيه. اذا باش ما نطولش عليكم في هذا الصباح غير واحد، بغيت نسلم عليكم ونربط بكم الاتصال باش ما تقولوش هاد الناس نساونا، لا، ما الناس ما نساوكمش، انما عينا عينا بصح عينا، حسيت بواحد العياء الداخلي، عامين ونص ديال العمل على هذا المشروع، عامين ونص ديال الاجتهاد ديال باش تحط مشروع ما تجيش وتحطو. هذوك الناس اللي كيجي كيدير جمعيه كطيح عليه فكره في الليل من بعد زلافه ديال الحريره، ولا غد اللي كيجمع ثلاثه ولا اربعه ويمشيو يديروا جمعيه ويبداو يجمعوا في عباد الله باش يديو على ظهرهم، هذيك سهله. اما باش تحط مشروع من هذا يعني من هاد القوه هذه، فخصو عامين، عامين ونص ديال الخدمة ديال بصح، وخص تكون متيقن بأنك في منتهى الاستعداد، وتكون عندك الروح المعنوية كبيرة، وتكون عندك القوة باش حتى شي بشر ما يوقف قدامك بصفة نهائية. فهذا كيطلب مجهود كبير. الحمد لله، الحمد لله، اليوم بفضل الله.
وفضل الاصدقاء ديالنا، والسي جواد اللي هو خويا، والسي رشيد في ستوكهولم كنحييه من هاد المكان الجميل، والناس اللي هما قوه حقيقيه كنشكرهم اللي خدموا في الظل، خدموا في الخفاء لانجاح المشروع، واللي حطوا امكانيات لا يمكن تصورها، ومازالين مستعدين يحطوا امكانيات اخرى. فشكرا لهم، لان الثقه هي اللي جابت هذه الشهاده، الثقه هي اللي عطات هذه الشهاده، ماشي شي حاجه اخرى. لان اليوم كنفوتوا حنايا المصاريف ديالنا كتفوت تقريبا 9 حتى 10 المرات الشيء اللي انخرطوا به مغاربه العالم لحد الان. وانا تنقول وتنعاود ان المغاربه سواء داخل الوطن او خارج الوطن، والله العظيم الا كان امن بانهم شعب طيب، كان امن بانهم تم الاعتداء عليهم ودفعهم الى الزاويه الحاده لافساد اخلاقهم ولانبطاحهم. اما المغاربه والله الا شعب طيب، وسنعمل لاعاده الثقه ديالهم في انفسهم واعاده الاعتبار لهم، لاننا متاكدين انهم قادرين يذوبوا الجبال. ولهذا غادي نكونوا ان شاء الله في مستوى الحدث، وغادي نمشيو دائما في اطار استثمارات وفي اطار البناء الحقيقي العلمي الاستثماري، خلق الشركات، خلق المجال ديال العمل، ماشي بحال داك اللي حضر ديك النهار في داك اللقاء وقال لك لا احنا ما عندنا ما نديرو بالمشاريع. هذاك انسان عدو. علاش؟ لاقاش الدول كلها اليوم تتقلب على الاستثمارات، الدول كلها كتجري على الاستثمارات، اليوم ولات القوة الاستثمارية هي اللي كتحكم. المغرب براسو تيطلب الاستثمارات، فكيفاش يجي هذاك يقول لك لا احنا ما عندنا ما نديرو الاستثمار، احنا درنا لاباس وعندنا الباسبورات ديال الدول فين كنعيشوا. ان هذاك عنده جمعية، وهذاك من الناس اللي هلكوا المغاربة. اليوم احنا كنخدموا على الاستثمار، ما تنخدموش على السياسة بصفة نهائية. ان بالاستثمار غادي نخلقوا فرص العمل، بالاستثمار غادي نحيدوا المغاربه من الهشاشه، بالاستثمار غادي نخلقوا الثروه، بالاستثمار غادي نديروا بزاف ديال الحوايج، وعندنا الامكانيات الحمد لله وعندنا كل شيء. فقبل ما في الوقت اللي درنا مغاربه العالم كمشروع، من الجهه الاخرى درنا دلتا اوفيس اللي فيها دلتا اوفيس فيها اميكس اوديت فيها ايكوبات فيها واحد المجموعه ديال الامور ومشاريع اخرى اللي راها كتطلق دابا، لان ضروري ما تكون عندنا قوه ماليه، قوه تحركيه، باش ما نبقاوش كنتسناو الناس يعني شي يقول لي ولا شي حاجه. ودائما دائما تنقول لهم اي واحد عنده ما يفيد مرحبا طلع، ولكن ما كيطلعوش شيء. فغادي نعاود ندوز لكم هذا المنظر فين كاين دابا، لان راني سميتو في الاقامه. حنا عندنا في الطبق الثالث كاين اربعه ديال سميتو ديال لي زيتاج، انما هي اقامه مغلقه، فيها ناس الاختيار ديالهم على يعني على رؤوس الاصابع، غير متاحه للجميع في هذا القنت هذا من جنوب اسبانيا. حراسة يعني في المستوى العالي باش تدخل في داك الشيء هذا. نخليكم تشوفوا، نعاود نتلاقاو في ثلاثة مع الحلقة ديال الجامعة ديال مكناس. عندنا دي إقامة من النوع الممتاز، العمارات هما هادو بهذا الشكل. حنا جينا في الوسط مواجهين للبحر كما كتشوفوا هكذا، شي غزال رائع، لي جاردان كل شيء. ف نتمنى حياة المغاربة مغاربة العالم وحتى ديال الداخل تولي شي نهار بحال هكذا، ويكون فيها الفرحة ويكون فيها البهجة ويكون فيها بزاف ديال الحوايج، لأن هاد الشيء ممكن على أي. الله غالب أخي المعطاوي، والله كون كان عندنا السيولة زايدة بزاف حتى نعطيو اللي عندنا، أقسم بالله لا ما عنديش أي شك، ولكن كونوا متأكدين أن ماشي تكون السيوله يعني هذا، لا احنا 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 تنطلقوا من الشيء القليل وكنلعبوا بقوه العدد فقط، مساله اللي هي سهله بزاف. فغادي نوصلوا وغادي تكونوا في اعلى احسن ما يرام، وما غتبقاوش تقولوا والله كون عندنا، غادي تبقاو تقولوا الحمد لله عندنا. وهذا وعد 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 صريح ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان حتى شي حاجه ما مستحيل، كونوا متاكدين. لو كان شي حاجه مستحيل، لو كنا حتى احنا بقينا في الدول المهجر يعني اما في شي خدمه صغيره، اما كنتقاتلوا مع الزمان تجمع باش تجي للمغرب وضحكوا عليك ومرحبا وتخرج بحالها سميتو تكرفص وداك الشيء. فاحنا ما مشيناش لدوك الزيارات المتتاليه للبلاد، ولكن مشينا لبناء واحد المكانه باش تكون مثال وقدوه لمغاربه العالم، باننا قادرين نكونوا فارضين نفسنا في الدول الغربيه اللي كنعيشوا فيها، اللي كاين اللي كيقول كاينه العنصريه كاين كذا. اي نعم، لحقاش لا كاين الفوق والتحت والخوا،
فلا كنتي لتحت كتحس بالعنصريه، اما لا كنتي الفوق بحال هكذا. فالاجانب هما اللي كيخدموا النظافه هنايا، الحراسه راه الاجانب الاسبانيين هما اللي كيقوموا بالحراسه، لا تخسرات بوله راه الاسبانيين اللي كيجيو يركبوها وكيحترمونا، تيجي تيدوز يركب شي بريز ولا شي حاجه، حنا جالسين كناقشوا مشاريع. هذه هي القوه نتاع الانسان المغربي، باش تكون اماكن بحال هكا تحترم. ما كاينش ان كيعرفوا مجرد ما كيعرفوك ساكن تما ولا عندك واحد الاقامه تما كيسالي الكلام. فوالا عبد الرحمن رامي، اتمنى ان تتكلم عن تلك المعاينه، ما هي مخلفاتها؟ اولا سي عبد الرحمن ما يمكنليش نجاوبك على حقاش، حاول تقل العربيه. اتمنى راه بالالف مقصوره، ان تتكلم عن تلك المعاينه، واش المعاناه ولا المعاينه ما نعرف ما هي، ها يا ها ما، والله يعطيك ستر. اللغه العربيه راه شي حاجه مقدسه، الله يرحم لك الوالدين، دير مجهود باش نقدر نفهم السؤال، لان فاش يكون الكلام جمله واحده فيها عرام ديال الاخطاء ما يمكنليش نتوقع شنو هو المقصود ديالك من السؤال، بالتالي غيكون الجواب ديالي مجانب، واحترم كل واحد. شكرا لك. اذا نحاولوا دائما نديروا شي حويجه ونتقنوها، نحاولوا ما امكن. اليوم راه مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل اليوتيوب تقدر تقرا اللغه العربيه مزيان، تقرا الاعراب، تقرا النحو، تقرا بزاف د الحوايج، وحنا محتاجين لهذا الشيء هذا. المعاينه المعاونه مازال ما فهمت والو، على من تهضر ما فهمتش شنو هي مخلفاتها، شكون هي المعاونه، المعاونه كانت معاونه ديالها شنو؟ ما فهمتش، راه ما يمكنليش نجاوبك، الله يعطيك الستر. شكرا لكم، بارك الله فيكم. دونك حنا ما كنقلبوش، الا كنت تتكلم على المعاونه فحنا ما تنقلبوش على المعاونه من عند شي واحد، حنا تنقلبوا على المغاربه يجمعوا راسهم. اما حنا الحمد لله بكل تواضع، بكل تواضع نقولها لكم بصراحه، واصلين اللهم لك الحمد، ما كنفتخروا على حد. لو كان كنا من المحاسد اللي كيبغيو يبعزوا المغاربه ويخليوهم لتحت يعني مستغلين، هادشي اللي واصلين له حنا كافي. يمشي انسان يعيش الحياه ويعيش الامور كيفاش بغاها، ويمشي في حاله وماشي شغله، نكونوا انانيين. ولكن حنا لا، حنا كنحطوا كل شيء اللي عندنا كنحطوه في مشروع باش نطلعوا معنا مغاربه العالم للفوق، هذا هو الاساس. ما كنبغيوش نشرو التصاور، ما كنبغيوش كنصيفطوهم لحبابنا، كنصيفطوهم لصحابنا، اما ما كنشروهمش حنا على المستوى العام. فوالا كنخليو هاد الامور هادي تبقى يعني شخصيه. بحال البارح مثلا نعطيو هذا غير بين قوسين، كنا في فين خيرولا على بعد 15 كيلومتر من هنا، مش حطينا لا فواتور في الباركينغ ومشينا نشربوا قهوه، النساء راه كيصوروا الطوموبيل، هادشي راكم كتشوفوه في بعض الاماكن، لان تيشوفوا شي سياره شي نوع اخر ولا شي حاجه كيعجبهم يصوروها ويتصوروا معاها، حنا كنشوفوا فيهم كنحسوا بواحد الفخر كمغاربه. علاش؟ لحقاش حتى قلبنا شويه الايه على المستوى ديالنا حنا، ولكن قلبنا الايه. لا كنكونوا في شي بلاصه كنشوفوا شي طوموبيل واعره كنبغيو نصوروها نتصوروا معاها الى اخره، فقلبنا الايه هما يتصوروا معاها. اذا تستاهلوا كل خير، والله المغاربه حتى تستاهلوا كل خير، والله الا قادرين توصلوا لواحد الحوايج اللي ما يمكنكمش تصوروها، ولكن قتلوا فيكم الروح وقتلوا فيكم الاراده وقتلوا فيكم كل شيء، الله يقتلهم. ولكن حنا ان شاء الله غادي نخدموا بطريقه اللي هي كبيره. شعيب وريد، اتمنى هذا المنظر يكون في بلادنا. ايه علاش لا، انت كتشوف هنا يعني هاد الاقامه هادي راه ما فيهاش، فيها هاد البطيمه هادي، وفيها هادي اللي فيها حنا، وفيها هادي، فهاد هاد لي بيسين هادو خاصين بالناس اللي ساكنين هنا، يعني من حق كل واحد. الصباح كيجي الصبليوني كيدير داك الكلور ملحا، ويدير مسائل ديال التنظيف، ويحيد الورق اللي اي وسخه كانت يحيدها. كما كتشوفوا كاينين دوك الطواقم ديال النجاة، دوك الاطارات في كل بلاصه، باش لا كان شي حد يعني من موراها كاين البحر ليه. دونك داكشي زوين، الحمد لله الحمد لله. وانا تنقول لكم بلي تاكدوا والله العظيم الى مغاربه العالم يقدروا في جميع الدول اللي كيعيشوا فيها يكونوا في اماكن بحال هذه لتحدنا، لان كنعرفوا شنو كنديروا، تنعرفوا على متى نتكلموا ما تنتكلموش من الخاوي. لان اليوم فاش نهضروا مثلا على ايكوبات تاعنا، راه كنتكلموا على بريفيزيونيل تاع
ما بين 5 و10 المليون ديال الاورو في الشهر ديال المعاملات اللي هي مهمه بزاف. والسي حسن قائد سفينه هناك، تحيه للسي حسن الاديب من هذا المكان هذا. كاينه امور اللي هي كبيره بزاف. بون نتمنوا، وهذا كيجي من الكفاءه وكيجي من الخبره وكيجي من القدره على التسيير وتيجي من الافكار النيره وتيجي من عدم الطمع والحسد والويل الكحل. علاش حنايا متكاملين بيناتنا؟ فالحمد لله، الحمد لله طاقم تقني، طاقم الناس اللي متخرجين من الجامعات، ناس اللي عندهم باع في الروح النقيه وبزاف ديال الحوايج. ايوب طوطو، نعم توري مولينوس جبتيها صحيحه، حنا تنتواجدوا في توري مولينوس، صحيح، برافو ليك. اذا عجيب عجيب عجيب، جبتيها هي هذيك. اذا تنشكركم، تنشكر كل واحد فيكم وتنحييكم، والى الثالثه زوالا الى كتاب ان شاء الله، نديروا ديك الحلقه على مولاي على جامعه مولاي اسماعيل ونشوفوا المخرجات. تحياتي، الى اللقاء.